قادش تاله شات الله عادي شات حيلتنا عادي شات لما يوجد بصف الحلو فاين وترحم قري ليسون قري ليسون قري قراءة من سفر آبائنا رسل الأطهار بارخ مور. آمين. حبيباي، وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء، كانت قد شتت في الجزيرة، فنزلنا إلى سيراكوس ومكثنا 3 أيام، ثم من هناك درنا وأقبلنا إلى ريجيون، وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا، وفي اليوم الثاني إلى بوطوليو حيث وجدنا إخوة فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا أتينا إلى رومية، ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فور نابيوس والثلاثة الحوانيت، فلما رأهم بولس شكر الله وتشجع، ولما أتينا إلى رومية سلم قائد 100 الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الرجال الأخوة، مع إني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائل الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومان الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقونني، لأنه لم تكن في علة واحدة للموت، ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي، فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء ردي، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان بارخ مور. Oh.
from the Epistle of St. Paul to the Colossians, Baruch Mor. Ahai, so let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grow with the increase that is from God. Therefore, if you died with Christ from the basic principles of this world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to regulations? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concern things which perish with the using, according to the commandments and doctrines of men. These things have indeed an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh, Baruch Mor. Shlomo al kol chon Amruha olilo Evangelio qadishot moran walon yeshoam shiho Koruzu to mahyon ito mima taish liho makharzon od makhariz Hayo furqon ol almo Zabna hochil dam dabro yuthid moran walo in ishram shiho Nethot hayalo dith basam nipthilto qadish do mariam Holendin hocha nehwan لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ
فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرس في مدنه شينا وشلوم والكلخون شمايو ورامو هفصيحا زمرا شبح صالحون وان رحمه وحنون وميموريا نبعي مريم رحمون ورحم علينا وذارين تجبح توديث ادرو قولو سرم رمو طبد لبطيل امين ايد بخل ازبن وبخل عيد ونشد ويتناسي التسبيح للرب الصالح الذي كسر جسده واطعمنا ومزج دمه وسقانا وملكوت السماء أورثنا الذي له التسبيح والسجود والإجلال في هذا وقت تقدمة الذبيحة الإلهية وفي سائر الأوقات والأزمان والأعياد والساعات أيام حياتنا كلها إلى الأبد أعطينا هذا البخور اللهم امنحنا عفوا وغفرانا وتطهيرا صافحا عنا ومتغاضيا عن آثامنا واغفر لخطاياي الكثيرة والعظيمة التي لا تحصى متجاوزا عن ذنوب عبادك المؤمنين وارف بنا ايها الجواد وارحمنا تذكرنا اللهم ذكر نفوسنا وانفس ابائنا واخوتنا ورؤسائنا ومعلمينا وموتانا وانفس الموتى المؤمنين ابناء البيعه المقدسه المجيده ارح يا رب انفسهم وارواحهم واجسادهم وضح ندم رحمك وحنانك على عظامهم وتعطف علينا أيها المسيح ربنا وملكنا رب المجد وكن لنا ولهم غفورا ورؤوفا استجبنا يا رب ربنا وكن لنا معينا وخلصنا وتقبل دعواتنا وابتهالاتنا كرما وابعد عنا برحمتك جميع العقوبات الشديدة وضربات الغضب المؤذية ووفقنا يا رب الأمن والسلام إلى الآخرة الصالحة المسيحية التي تحبها وترضاها والتي تليق بإلهيتك وإياك نحمد مسبحين الآن وإلى
أبد لأبدي. أمامك أيها الإله الآب المحجوب عن الملائكة ورؤساء الملائكة، وأمام ابنك الحبيب الذي كشف ذاته للعالم بمحبته، وأمام روحك القدوس الذي طهر العالم برحمته، وأمام مذبحك المقدس حيث يستعلن لاهوتك وحيث يحل الثالوث المقدس، نقدم هذه الذبيحة كي تكون للصفح عن آثامنا ولغفران خطايانا ولمحو زلات كل رعيتك وراحة وذكرا صالحا لكل الأموات المؤمنين، ونقدم لك التسبيح والتعظيم الآن وإلى أبد لأبدين. من ألقاب الحسد حبي والشبقان ودحطاه بثري هنا علم العالم عالمين. آمين. إن أدين عبد محيل وحاطي الله ويمار قديش أبو وقديش. آمين. قديش برو قديش. آمين. حيو قادش ودم قادش الفموت حاطو يا عبدك تحيي سمت روحام عن نفشوث النفشوثك الدابو هاين وداحن ودرابون ودملفون ودعاني ذاين ودكلون عاني ذا مهاي منيل ددعيتو قادش توم شابحتو بثوي هنا علم العالم عالمين. نؤمن بإله واحد الآب الضابط الكون خالق السماء والأرض. إخوتي وأحبائي صلوا لأجلي، إخوتي وأحبائي صلوا لأجلي، إخوتي وأحبائي صلوا لأجلي. امنحنا الآن ربنا محبة وألفة وأمنا كاملا لنحمدك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. بارخ مور شلومو الكل خوش
عمرو حديلاخ نثير شلوم الأحذاذ كل ناش القريب نشق تقال اشتوى الله هيتوب حب دموران والله من بوثر شلومه نقدي شوى الله يدثيه تبق دام مريم رحمانه ريشين نركين ضميك مران والله وباركنا جميعا ببركاتك غير الزائلة وإن للعمل بمشيئتك ومشيئة ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى أبد الأبدين وابعد عنا ربنا كل فكر دنس بواسطة هذه الذبيحة التي نقدمها لك منورا بها نفوسنا ومقدسا بها أجسادنا لنادي لك الحمد والثناء وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين قم شفير قم جحسه قم نفوسه قم زيوسه نقوم قديشوسه محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدوس تكون معكم جميعا يا إخوتي ويا أخواتي إلى الأبد لتكون عقولنا وأفكارنا وقلوبنا في هذه الساعة فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب لنمجد الرب بخوفي أهينا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مع ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة النورانيين الواقفين أمامك وهم عن تسبيحك لا يفترون ونحن هاتفون وقائلون قادين حاشا فرق الطياب لحم هودا سام
قادي شو شمهل حايد العالم هونون نوز بالليل آمين والخوص ود مازيو من حمر من مايو يقيروا غمر الحياة العالم هنون نص بالليل آمين. ولما أودع يسوع الرسل القديسين هذه الأسرار أوصاهم قائلا اصنعوا هكذا لذكري حتى مجيئي موت الخمار عن متاعبينا باقي يومك خمارنا والمثيب حيث تنسكينا حينما تذكر بيعتك السائرة ملك الخلاصية مجيئك الثاني الرهيب الذي في تجازي كل إنسان كأفعاله فمن أجل هذا تندم وتتضرع إليك رعيتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلتان ارحمنا يا الله أيدونون حبيبي دفي روح قديشو من أمرومي علوي دفي شميو زويا أحونو حيث ومرحيت وشونا مخلصية وذيتي مقديشو شيو يودي حلسو ويتم كذقي مين ومصالي وصالو شلوم عمان شينو الخلان استجبني يا رب استجبني يا رب استجبني يا رب أشفق علينا أيها الصالح لح وارحمنا اللحمان يغمو
جمشي حوضه دلا لم زاد بخوسنا الشحن لدم دلا دمشي حاله دلا لكي تكون هذه الأسرع لجميع الذين يتناولون غفرانا لذنوبهم فيرثوا بها الحياة الأبدية ويملأ أفواههم بحمدك وشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين آمين. بارك مون نسالي نتكاشا لمورن مالوهن بيدونا خونا أبو ودخيلو قديشو لف كل هون أبو خطو أم دبروني ديلان خونون كوي مين بريشاين يومون وبخاي دتنون لداتو قديشو تو دالو خود بربا پنیون روین وم دبرین کادی شیم یکری تبتونی پتریر کو دیلان ابون مور اکناتیو سفریم ترائیونو ابون مور تیو دوروس ترائیونو مفریونو دیلان ابون مور بسیلیو ستو ما کدمویو Hasio dilan abun mor dionyasios etkai mun baloho amsharko kulhune feskufe ortodoxo slutun shurete velan demorion etkasha prielaiso Grant, O Lord, your holy church tranquility and peace, and to her leaders a good and peaceful old age. Appoint shepherds for her who correctly interpret the word of the truth, that you may offer your praise and thanksgiving, and to your only begotten Son and to your Holy Spirit now, always and forever. بارخ مور لنذكر أيضا تلك المستحقة التطويب التي تعظم شأنها قبائل الدنيا بأسرها القديسة المجيدة والمباركة السامية الدائمة البتولية الطوباوية مريم والدة الإله ولنذكر معها أيضا الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين والطوباوي مار يوحنا المعمدان الساعي الذي سبق مجيء ربه والقديس الجليل مار اسطفانوس راس الشمامسة وبكر الشهداء ورئيسي الرسل الساميين مار بطرس ومار بولس ولنذكر جميع القديسين والقديسات معا فلتكن صلاتهم صورا لنا مريون اثكاشف قريا ليسون واسترنا يا رب في اكناف قديسيك وانضمنا في رتبهم لكي معهم نرتل لك ايات الشكران ولابنك الوحيد وروحك القدوس الان وكل اوان والى دهر الدهرين امين بارك مور فلنذكر ايضا جميع الموتى المؤمنين الذين سبق فرقدوا وتنيحوا بإيمان مستقيم ما
من هذا المذبح المقدس ومن هذا البلد ومن كل البلاد والناحي وبلغوا إلى الله رب الأرواح والأجساد نطلب مبتهلين إلى المسيح إلهنا الذي أخذ إليه نفوسهم وأرواحهم لكي يوهلهم برحمته الجزيلة للحظوة بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ولكي يبلغنا وإياهم إلى ملكوت السماوي فلنهتف ثلاث قائلين أوريال أيسون أوريال أيسون أوريال أيسون وابسط يا رب جناح رحمتك على الذين رحلوا عنا واغفر ذنوبهم صافحا عن خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد ودمه مودع في أعضائهم وبه نترجى الحظوة بالرحمة الغفران لخطايانا وخطاياهم واهن وجميع الذين رحلوا عنا لآخرة مسيحية غير متذكر ذنوبنا وذنوبهم لنشكرك على هذه وعلى سائر نعمك ونعظم ونمجل اسمك المبارك الكلي الإجلال واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين السلام لجميعكم لتكون مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا يا إخوتي ويا أخواتي إلى الأبد
كشف قرية ليسون قرية ليسون قرية ليسون فلنصعد التسابيح لليلة بالفريد ونقدم السجود لابنه الوحيد ونهتف بالشكر للروح القدس الفرقليط المجيد يا من بين يديك نسلم كافة أيام حياتنا يا الله يا غفور يا رحوم يا شفوق اصنع معنا رحمة وحنانا وترف علينا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا يا ابنك الوحيد القدوس هاتفنا بقلب خاشع وقائلين أبونا ادبش ما يوم نثقادش شموخ تيثي ملكوثو نيوي صبيانو اي كانو دبش مايو اوف برعوها بلا لحمات سمقانا يا حوباً وحطوهين كانوا لفحنا شبقن الحيوبين لو تعمل نسيونه إلو فاصولا من بيشو ميطول ذي لوخي ملكوثو حيلو تشبهتو العلم والمئامين ونجنا يا رب من الشرير ومن كل ما يخالف نواميسك الإلهية واغفر خطايانا وذنوبنا واعفو عن جميع الذين أخطأوا إلينا بأي نوع كان لنشكرك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين آمين بارك مو امروها دیلا مهتم سیبو تر سخولین کادیش والوهای دتکار تو بکت مریان رحمان ریش نرکی دامیک مران والوها وستر یا رب شعبک و غنم رعیتک المنتظرة تناول جسد ابنك الوحيد ودمه واجزل بركاتك عليهم وقدس نفوسنا وأجسادنا نهدي لك الحمد والثناء وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد الآن وكل آوان وإلى
أبد الآبدين. شلومو الكل خول لتكون نعمة ومرحمة الثالوث الأقداس الممجد الغير مخلوق الأزلي والسرمدي والمتساوي في الجوهر معكم جميعا يا إخوتي ويا أخواتي إلى الأبد. قدشي القديشي ولدخاي وزادقت نثيابون بالحوت هذا أبو قديش عمان قبل العلم وبحنوني آمين معنا والابن الواحد القدوس الذي خلص العالم بألام يقنومه الثمينة آمين معنا والروح الواحد القدوس الذي هو مكمل ومتمم جميع ما كان وسيكون ليكن اسم ربي مباركا من الآن وإلى أبد الآبدين آمان آمين قرباني بصلا وثون اتخار إنن لابو هين ملفين وولن كالحين نهوي نايو لالو بانعو المدعبار بث ملكوب شبحة قامت وهاليلويا وهاليلويا وملك ثمين يمين وقعي عميق بالتبو وهاليلويا وهاليلويا ونقرر ملك الشبر قارق مور أول أبو لبرو والروح قديشو من عالم وعدم دخرانون مريم يا والبركوتا وصلوا ثوتا وشورنا افشوتا بارك هول ابو لبرو والروح قديشو ريح وباسي موفو يا حبويا لفتلتو زادي قخ تقلو نفرح هاليلويا وخر زاد لابن النشوى نفر عند ابن تراب سيبوته هاليلويا شامين وباسي من باروخ مور قول ابو لبرو والروح قديشو من عالم وعدم العالم عالم
دخرون خمر تمهركو والعلب الشماي ويلن يا قار دخرون نتعاد بيصلى وثوس طمن قالوس قري ليس طوب الانبياء طوب الاشلحه طوب ينصر يوم النحوم مبارك هول ابو البرو والروح قديش من سودين الرعي والهن اثكشف في سنح لوخ مر يرحم علينا عدا أبي صحاما قديش أبابة صبيون نهر باطل من البحر ووث وشقة رغز بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي بهذا اليوم المقدس والمبارك 3 تموز في كل سنة نحتفل بعيد واحد من أهم القديسين بكنيستنا السريانية الأرثوذكسية هو القديس العظيم مارتوما. طبعا سمعنا بالنص المقدس بحسب إنجيل متى عندما ربنا كان يحكي على مهمة رجال الله وخدام الله وخادمات الله بالعالم عندما قال ما جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا وقال جئت حتى أفرق الأب عن ابنه والكنة عن حماته والبنت عن أمه وإلى آخره. وهاي هي رسالة الخادم بالكنيسة ببعض الأحيان وببعض الأزمنة خصوصاً عندما نحكي على العصور الأولى عندما نحكي على خدام الكنيسة ورسل الله شفنا شلون السيف وقع على رقابهم وكثير منهم رفضوا من العائلة نفسها. كان أكو عوائل يهودية رفضت أولاده وبناته لأنه قبلوا المسيح. كان أكو عوائل وثنية رفضوا أولادهم وبناتهم لأنه قبلوا المسيح. ولهذا نشوف شلون السيف وقع على هؤلاء القديسين بسبب إيمانهم، لكن ربنا يقول من يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. وحتى القديس مارتوما هو واحد من هذول اللي وقع عليهم السيف. وأنا نحكي على السيف أي أنه الموت والقتل والاستشهاد، وكانت نهاية خدمته بالاستشهاد. ولكن عندما نتأمل بهالقديس العظيم الكثير من المعطيات الإيمانية بحياة القديس مارتوما. مارتوما عندنا نصوص كثيرة علينا بالعهد الجديد، ويمكن واحدة من أبرزها هي تبين غيرة مارتوما القديس عندما سمع ربنا يسوع له المجد بإنجيل يوحنا أنه لعازر مات، فقال للتلاميذ قلم راح أروح حتى أقوم لعازر. ولكن الكثير من التلاميذ هذاك الوقت كانوا خايفين يخافون لأنه يعرفون أنه يسوع عندما حاول أنه يدخل بين بعض من الجماعات اليهودية رفض وغادوا يقتلونه وغادوا يتآمرون علينا والمؤامرة شغالة. ولكن ربنا قلم أنا راح أروح عند لعازر. فالتلاميذ كانوا بموقف خوف إلا توما الرسول يقول له نذهب معك ونموت معك. من هون نشوف غيرة توما الرسولية اللي أيضا بعدين تكللت بعد صعود يسوع للسماء عندما توما يبلش خدمته كواحد من الرسل وواحد من تلاميذ المبشرين. طبعا بحسب التقليد الكنسي سوى قرعة، وبالقرعة كان أنه كل اثنين يروحون إلى منطقة إلا توما وقعت علينا القرعة أن يروح لوحده إلى منطقة الهند. منطقة الهند كانت هي واحدة من أصعب المناطق هذاك الوقت، لأنه يمكن إذا تروح إلى اليونان راح تشوف أكو ناس وثنيين عندهم فلسفة مثقفين ولكن وثنيين، راح تحاول أنه تشتغل معاهم تحولهم إلى الفكر المسيحي.
تروح لغير مناطق ممكن أن تتعامل مع الناس مع الرومان. ولكن المشكلة اللي كانت مع توما أنه توما أرسل من خلال الروح القدس قادوا إلى أن يروح إلى الهند، والهند كانت هي عبارة عن منطقة بيئة أكلت لحوم بشر. ولكن توما بإيمانه يقبل أن يروح إلى هالمنطقة هاي رغم صعوبته ورغم الشدة اللي كانت بيها، وبلش يأسس كنائس كثيرة بالهند. بحسب التقليد الكنسي توما يأسس 7 كنائس بالهند، إلى اليوم أكو 4 كنائس حية من خلال القديس مار توما. طبعا خلال خدمته إلى وطريقه إلى الهند مار بمناطق كثيرة، أهم المناطق هاي اللي نذكرها هي منطقة العراق. أغلبنا جينا من منطقة العراق، وأكيد كلتنا أو أغلبنا نعرف كنيسة كاتدرائية مار توما الرسول بالموصل، اللي هي بحسب التقليد الكنسي كانت هي بيت لمجوسي، شخص مجوسي وثني آمن بالمسيح، ومن خلال القديس مار توما جاء ومكث ببيته اللي تحول فيما بعد هذا البيت إلى كنيسة كاتدرائية القديس مار توما بالموصل. نزل بقى بي القديس مار توما وهو بطريقه إلى الهند، وبعد ما عبر منطقة العراق راح إلى بلاد فارس، وأيضا بشر كلمة الرب هونك. طبعا من كان يروح كانت الطريقة اللي يروح بيها ويبشر هي طريقة جدا صعبة، يعني ما كان يروح يسافر ومرتاح وطيارات، لا، مار توما الرسول باع نفسه كعبد حتى يروح يبشر، باع نفسه حتى يتهيأ له فد فرصة أنه يكون هو بالمكان الفلاني بالهند حتى يبشر كلمة المسيح هونك. وبقى إلى آخر أيام حياته يبشر، وأسس الكثير والكثير من الكنائس، وأسس حياة الكثير من المؤمنين بطريقة إيمانية صحيحة، وإلى اليوم الكنيسة هي حية بالهند بصلوات وشفاعة القديس العظيم مار توما. طبعا نهاية حياته كانت أنه شر الشيطان، واللي هو طبعا السيف اللي سمعنا عليه بالنص اليوم، ربنا قلم راح يقع السيف، راح يقع الاضطهاد على خدام المسيح. وفي كل وقت وفي كل زمان دائما الخادم بالكنيسة والخادم بحقل الله يكون مضطهد بطرق مختلفة، لأنه إبليس ما يحب أن يشوف خادم بحقل المسيح نشط ويعمل. ولكن الله دائما قلم من يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. فمار توما الرسول كان واحد من هذول اللي بالنهاية حياته ونهاية خدمته كهنة البعل لما الكهنة الوثنيين يمسكونه ويسلخون جلده، وبعد ما سلخوا جلده يبقى 3 أيام القديس مار توما مستمر بتأسيس الكنيسة وتقوية الكنيسة إلى أن استشهد. وطبعا بعد استشهاده راحت جماعة مؤمنة جابت ذخائر هذا القديس جزء من عظامه إلى منطقة الرها، المنطقة السريانية، المدينة السريانية العريقة، الرها اللي هي اليوم بتركيا. ومن بعد ما وصلت إلى الرها وصلت بطريقة معينة إلى كنيسة العراق، وبقت مخباي ذخائر القديس مار توما بوحدة من الدنق، وحدة من المناطق بكنيسة مار توما رسول، إلى أنه اكتشفوها بالستينات، وأصبحت هي بركة كبيرة للشعب السرياني خاصة، لأنه هاي الشيء صار يخص كنيستنا. وإلى اليوم ذخيرة القديس مار توما هي موزعة بأكثر من بلد وبأكثر من مكان بالعالم. اليوم هي موجودة بالموصل، يمكن بالموصل ما بقت موجودة بعد داعش، بس موجودة يمكن بعنكاوة بالعراق بكنيسة العراق ببغداد، وأيضا موجودة بأوروبا بكنيستنا بلندن، موجودة بكنيستنا بالسويد كنيسة مار توما، وأيضا موجودة بكنيسة سان هوزي كنيسة مار توما بكاليفورنيا. وهنا هي بركة لكل العالم. طبعا أيضا بالهند أكو جزء من ذخيرة القديس مار توما. عندما نحكي على ذخيرة هي جزء عظام من إنسان قديس عاصر يسوع، لمس يسوع، نتذكر بنص يوحنا عندما يوحنا يلمس يسوع. فشوفوا شقد عظيمة هاي الذخائر إذا فكرنا بها بطريقة روحية، شقد هي بركة لألنا ولشعبنا المسيحي السرياني. أحبائي، رسالة القديس مار توما هي بعدها مستمرة من خلالنا جميعا، وخدمة هذول القديسين. هذاك الأسبوع احتفلنا بعيد القديسين مار بطرس ومار بولس،
واليوم كنا نحتفل بعيد القديس مارتوم، وأيضا طبعا هذاك الأسبوع كان هو عيد جميع الرسل. ليش نحتفل بعيد هذول القديسين؟ حتى نتذكر رسالة هذول الناس، نتذكر شون هذول يضحوا في كل شيء لأجل خدمة اسم المسيح. طبعا دائما هي رسالة لكل إنسان مسيحي، أنه خدمة هذول الناس راح تتجلى اليوم من خلالنا. هذول كانوا قبل أكثر من 2000 سنة، ولكن إلى اليوم ربنا قيهيئ خدام وخادمات بحقل الكنيسة. هل الخدمة هي سهلة؟ الخدمة ليست سهلة، الخدمة صعبة، الخدمة بها تحديات، الخدمة بها الكثير من الأمور اللي دائما تحاول تعرقل عمل خادم المسيح وخادمة المسيح. ولكن ربنا دائما هو قوي ونشط ويعمل مع كل خدامه، ودائما تكون هاي الخدمات اللي نقدمها كخدام كمؤمنين بالكنيسة هي بركة لنا. مش قد بي أتعاب مرات ما يخالف، لأن بالنهاية هي تقودنا إلى إكليل المجد، هي بركة لنا وبركة لكل عوائلنا المباركة. بركة هالقديس وشفاعته تكون معاكم تحفظكم، وأيضا مع شفاعة القديس العظيم شيخ متي مارمتا الناسك تحفظ جميع عوائلكم، وتبعد عنكم كل شر، وكل عام وأنتم بألف خير. أحبائي، ذكرنا على مذبح الرب المرحوم فائز بهنام عروس، وذلك لمرور الذكرى الرابعة على وفاته ربنا يرحمه. وأيضا ذكرنا المرحوم الشماس سرمد الشماني ربنا يرحمه، والمرحومة ماركو إيشو هرمز ربنا يرحمه. وأيضا ذكرنا المرحومة نوال منصور ربنا يرحمه. أيضا نورت الكنيسة علانية المؤمن فراس عروس وعائلته ربنا يبارك حياتهم، ونورت الكنيسة علانية أحد المؤمنين ربنا يكون معانه. وأيضا ستقام صلاة السهران علانية إحدى العوائل المؤمنة، وأيضا علانية أحد المرضى اللي هو بالمستشفى، نصلي على نيته حتى ربنا يكون معانه وشفاعة القديسين تكون ويانه. أيضا تبرع من إحدى العوائل المؤمنة $50 ربنا يقبله، وأيضا $200 من أحد المؤمنين تبرع للكنيسة ربنا يقبله. اللي مستعدين للتناول راح نقف كلتنا مع بعض حتى نردد صلاة الاعتراف. أنا ترفول أمين. حبايبي ناخذ في الدقيقة نتذكر خطايانا، نطلب من ربنا الغفران والمسامحة عليها. ليرحمكم الرب الإله ويقودكم للحياة الأبدية بسلطان الكهنوت الشريف الذي تسلمتم من آبائي وآبائي عن الرسل، ورسل عن السيد المسيح حلكم جميع خطاياكم التي اعترفتم بها والتي نسيتموها، وليقبل الرب الإله توبتكم كما قبل توبة الخاطئ واللص اليمين والعشار تداكون قدشونش تبقون حوبيكون بشمو داب ودبرو روح قديش وحاذ الله شامير آمين. أيها المسيح ربنا وخالق نا بجاء أمك مريم ارحمنا من طغيان إبليس أعتقنا من جنود الأشرار خلصنا نا
سامحنا وسامح أموتنا غفران الذنوب امنحنا قرب يا رب ارحمنا ارحمنا يا رب يا رب سامحنا سامحنا يا رب يا رب ساعدنا أعنا يا رب واسمع دعانا نحن عبيدك البائسين الواقفين أمام عظمتك في هذا الحين. أرسل يا رب من فيض رحمتك شفاء للمرضى، عافية للمتوجعين، إطلاقا للأسرى، فرجا للحزانة، عودة للبعيدين، ألفة واتفاقا للمتخاصمين، غفرانا للخطاة وصفحا عن ذنوب المذنبين، والراحة والرضا بواسطة القديسة الطاهرة سيدة العالمين العذراء مريم والدة النور والخلاص لكل المؤمنين، والوقار والإكرام للشهداء والقديسين، والرحمة والنياحة لكافة الموتى المسيحيين. وامنح يا رب كل واحد ما ينفع له من بحر جودك الطافح على كل من الصالحين والطالحين. من أجل هذه النعم والإحسانات يسجد ويمجد اسمك القدوس المكرم من الروحانيين والبشر أجمعين يا الآب والابن والروح القدوس، لك الحمد دائما وأبدا أمين. عيننا في نزعيقني ما من مذبح حسيون نحوث حسين عبد اكبر الله ذات الفرقانان
وتثبت النحو من حدوث الغنسان العلمي. شط مو يولو يا من اخوي دم اتحزياني ثبر خلخين شنو ساغو ذيك دم قبل ما سافر وخود مخ يا قير الحوسر اتحابي وشبطانو دحطاهي والقليو الثافق ذو مكمورن والو هان العلمي. لتكون مراحم الهين العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الاسرار وعلى وهبها ومتناوليها وعلى كل من تعب واشترك فيها في العالمين إلى الأبد. وسيم
سبحانك سبحانك ربنا وفادينا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك. جسدك المقدس الذي أكلنا ودمك الغافر الذي شربنا لا يا رب يكونان لنا دينة انتقاما لكن غفرانا وخلاصا لجميعنا وارحمنا. إننا نشكر إحسانك للبشر الساجدين فقونا جميعا واعنا وأضدنا وثبتنا واغفر لنا وأرحنا لتنعمنا بهذه المائدة الروحانية فنهتف بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. שלמה אל כל חון ايها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يفنى فض نفوسنا واجسادنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى نسبحك واباك وروحك القدوس الان وكل اوان والى وابد الابدين. شادر اينون كذ مسكينين كاذ هديوطين ويزال تلميذ والحاكم والعاتير قروة واسحاف هو بن يونا دسري قوثو واقم وابناو هو بن يونا شاري روثو. زلون بشلمو حين حبيبين كان نخون طيب وثر حمد ليثو تقدش عم زواد بركوثو ستو مدحي قادش دمر حيك عم قريب حي عم ميثي فريق قريب أصلي بيزاكو أربعة برش من عم ليثو تحسي حبيبين تنج بركو صور يكون ودين حوض عني ذي يكون ودين عم نحن حاطرة عدو وتعدو بصلاة وثخون Go in peace and pray for me. انظروا بسلام فرحين ومسرورين وصلوا لأجلي. God bless you.